كابتن خالد، انا عارف ان انت عندك بعض الارقام الخاصه عندي بيه. حاجات كتير قوي بصراحه لسه ما خلصتش، لكن في حاجات مهمه يا كابتن اسلام بصراحه عشان ما ننساش حد. يعني التنس طاوله ده الدوري ال 34، دوري ال 34 بسم الله ما شاء الله 14 سنه على التوالي. بسم الله ما شاء الله. بنات التنس طاوله نفس الكلام، دوري مستمر، بطوله عربيه. فيعني بشكرهم، بشكر جهاز التنس طاوله، بقول له فعلا ما شاء الله احسن العمل والجاي احسن، وباذن الله ربنا يوفقكم. عندنا طبعا ابطال عالميين لازم نقولهم، يعني تاكيد كلهم ابطال، لكن ما ننساش عمر عصر طبعا بطل من ابطال العالم دلوقتي، والرانك بتاعه دخل جوه العشرة وبيلعب معانا الولد، ومبسوط وسعيد جدا 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 ان هو بيلعب في النادي الاهلي وبيمثل النادي الاهلي، مشكور جدا. عمر جميل. عمر طبعا، ودينا مشرف، وعندنا هنا جوده، ما شاء الله ما شاء الله، كلهم كابتن سيد لاشين، كلهم اسماء يعني عشان ما ننساش سيد لاشين وكلهم شادي وكل خالد وبيلي، يا جماعه كلهم عندنا ابطال ونجوم للتنس طاوله، بشكرهم فرد فرد، وبشكر المنظومه فرد فرد عشان فعلا ادوا عليهم، وما شاء الله عليهم موسم هايل. العاب القوى 719 ميداليه متنوعه. بسم الله ما شاء الله. بشكر الجهاز وبشكر الناس كلها، وبشكر الكابتن ياسر، دكتور ياسر، على تعبه، وياسر داوود على تعبه ومجهوده، وكل الساده الاجهزه الفنيه والمعنيه. جمباز دكتور محمد فؤاد ورجالته جمباز في النادي، 112 ميداليه متنوعه. ما شاء الله. الكاراتيه، حصول على فرق الرجال مركز اول وسيدات، وحصول على كافه البطولات ومعظم بطولات الكاراتيه. بشكر الدكتور مراد عاصم، بشكر رجالته، وبقول لهم ما شاء الله اللي جاي برضو احسن واحسن، عندنا ابطال عالم كتير في الكاراتيه، فبقول لهم يعني الف شكر ليهم، وربنا يكرمكم في اللي جاي، مستنيين منكم كتير. عندنا شويه ارقام بقى، يعني لازم تعرف ان احنا عدد المراحل السنيه لكل الالعاب 238 مرحله. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، 238 محدش عنده الارقام دي، خلي بالك 238 مرحله، يعني بتصرف على كل ده. النادي الاهلي بيشارك 489 بطوله في السنه. بسم الله ما شاء الله. ده في نشاط يعني اللي هو بره الكوره يعني. طلع الكوره بره. بره الكوره. بص انا السباحه بس عندها ايفنتات 440 ايفنت. بص انا بديك بس ارقام عشان تعرف مدى الناس دي بتتعب ازاي، في جهد مبذول للناس دي كويس. اجمالي ميداليات 2253 ميداليه السنه دي متنوعه، ارقام كبيره الحمد لله. بيشتغل في الجهاز، في الجهاز الاداري في النادي الاهلي 850 واحد في كافه الالعاب، ارقام مهمه جدا. عدد اللاعبين داخلين في 8000 لاعب غير الاكاديميات وغير المدارس. 8000 لاعب بينتموا يعني موجودين بيتم تسجيلهم داخل النادي الاهلي، داخل النادي الاهلي في الاتحادات المختلفه عليهم من قبل النادي الاهلي. ارقام كبيره طبعا. 8000 لاعب، 8000 لاعب تقريبا، غير الاكاديميات، غير الاكاديميات وغير المدارس الالعاب، يعني بيتكلم دول لوحدهم بيعملوا 10000 واحد، غير الثمانيه، غير الثمانيه، غير كل دول. فاللي عايز اقوله، بص اعتقد احنا غطينا كل الالعاب، لكن اخر جهاز وده احلى جهاز، وده احلى جهاز اللي هنقول عليه احتياجات الخاصه. بشكرهم جدا جدا، وبشكر كل واحد، بشكر كابتن عجمي، كابتن عجمي هو المشرف على الجهاز، بشكر كل رجالته بيتعبوا، وبشكر كل اللعيبه، وما شاء الله عليهم حقيقي 188 ميداليه متنوعه. اهم كده في الصوره دي احلى حاجه. وبجد بشكرهم. كام يا كابتن؟ كام ميداليه؟ 188 ميداليه. بسم الله ما شاء الله متنوعه. بسم الله ما شاء الله. اعتقد كده غطينا كل الالعاب، مش ناسيين حد صح؟ يعني كلمنا هاندبول وباسكت وطايره، دول كده خلاص. لا والعاب الميه والجهاز كله هو يا كابتن موجود بتاع التنس والاحتياجات. التنس لا، التنس الارضي لا، التنس الارضي لسه بنعمل مشاكل. بنعمل مشاكل في التنس الارضي. لا التنس الارضي، التنس الارضي برضو نفس الكلام، ما شاء الله حقق بطولات السنه دي. عندنا اهو ادي 107 كام، معلش، عدد بطولات 96 بطوله، مراكز اولى، بطولات مفتوحه كتير جدا جدا ما شاء الله عليه، يعني برضو حقيقي التنس. فكل كده الالعاب، عندنا العاب القوى خلاص، تنس الاسكواش نفس الكلام، محققين بطولات برضو اوائل في بعض المراحل، والاسكواش برضو عندنا كابتن مصطفى عسل. يعني برضو ما شاء الله عليه، اسماء كبيره جدا، اسماء كبيره جدا جدا طبعا. مش عايزين ننسى حد كده، اعتقد غطينا كل الالعاب. سيزون 22-23 خلص، اتقفل، بقول لهم شكرا جدا جدا جدا، وبقول له لكل لعيبتي وكل اجهزتي